بسم الله الرحمن الرحيم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هنتكلم النهاردة في المحاضرة الرابعة عن بعض الدرماتولوجيكال تيرمز زي الإبيدرموليتيك هايبر كيراتوز. أنا قلت لكم هانت عنه المرة اللي فاتت، هوريكم ليه سلايدز وكده بحيث تبقوا عارفينه عشان لما تيجي تذاكروا الإكسيوزس في الجينو تبقوا فاهمين يعني إيه إبيدرموليتيك هايبر كيراتوز. هنتكلم يعني ايه بيرفرينجز، يحصل فيه لمعان كده في مثلا زي فورم بودي جرانيلوما، نكون حاطين سيليكا مثلا بيلمع تحت الميكروسكوب، هو ده البيرفرينجز. هنتكلم كمان يعني ايه ايدز بادي او السكوما سيل. ايدز السكوما سيل دي بنلاقيها في الاريتيتنج سيبور الكراتوز، هوريكم شكلها بيتلخبطوا بينها وبين السيل ناس بتاعت السكويما سيل كارسينوما، بس هي اسمها ايدز اوف سكويما سيل. اوريكم شكلها بالظبط عامل زي ايه. الالاستوزس ده معناه ان الالاستين فايبر اتكسرت وخدت شكل السباكيتي شيب فايبرز بسبب التكسر بتاع الالاستيك فايبر، راحت ملفوفه حوالين نفسها كده فبقت عامله زي المكرونه السباكيتي، لما نيجي نصبغها بالبره وفانجيسن ستين تبان لونها ازرق وشكلها متقطع. هي دي الالاستوزس. اشهر مثال الالاستوزس هو السولار الالاستوزس اللي بيجي مع الفوتو ايجين. في حاجه اسمها ابيديرموتروبيزم، هوريها لكم برده، دي بتحصل مع المالجنسي اللي هي الام اف كوتينيوس تي سيل لينفوما بالذات، ان المالجنان سيل بتعمل انفلتريشن الابيديرمس بس ما معهاش سبونجوز. هنتكلم كمان ايه الفرق بين الابيديرموتروبيزم والاكزوسايتوزس. هي نفسها الاكزوسايتوزس بس بيبقى فيها سبونجوز، فدي تحصل مع الانفلاماتوري رياكشن زي السورايسز، انما الابيديرموتروبيزم تحصل مع المايكوزس فانجويدز اللي هي كوتينيوس تي سيل ليمفوما. هنتكلم ايه انواع المايكرو ابسيس. المايكرو ابسيس ممكن تكون مايكرو ابسيس موجوده في ستراتم كورنيوم زي المونرو مايكرو ابسيس، ممكن تلاقي مايكرو ابسس جوه الستراتم سباينوزا ليها كذا شكل، وفي حاجه اسمها مايكرو ابسس موجوده في البابيلاري ديرمس. فمثلا في مايكرو ابسس مليانه ليمفوسايت، دي بنقول عليها بتاعه الاريثيما مالتي فورم، بيبقى مليانه ليمفوسايت. في مايكرو ابسس بابيلاري مايكرو ابسس ثانيه تبقى مليانه نتروفيل زي اللي هي المرض اللي بنسميه درماتيتس سيرفيتيفورم، نوع من انواع السب ايبيديرمال فولس ديزيز. في نوع ثالث يبقى مليان ايزينوفيل، بابيلاري مايكرو ابسس فيها ايزينوفيل زي البولز انفلويد نفسه بيبقى مليان ايزينوفيل في البابيلاري ديرم، فبنسميه ايزينوفيليك بابيلاري مايكرو ابسس. هنتكلم عن الفليم فيجر. فليم فيجر يحصل مع التجمع الكبير للايزينوفيل، وتلاقي الايزينوفيل بتطلع الميديتورز بتاعتها فيبان في النص كده في حاجه حمراء في النص فتديكي الفليم فيجر في النص. اي ايزينوفيلك درماتوز يحصل فيها كده، زي مثلا الويلز ديزيز. الويلز ديزيز بنسميها ايزينوفيلك سيلولايتس، تبقى مليانه ايزينوفيل وتيجي تبص عليها بالميكروسكوب تفتكر ان هي ايه، في نار في النص بسبب ايه الايزينوفيلك شيب اللي حصل بسبب تجمع الايزينوفيل. هنتكلم يعني ايه فيبرينويد ديجنريشن. فيبرينويد ديجنريشن بيحصل في البلاد فيزل لما بيحصل له فاسكولايتس. هنتكلم يعني ايه فوليكولار بلاجنج. فوليكولار بلاجنج يعني اللي هي الفوليكل تتقفل بكراتين. في ممكن ديسكويد لوبس بيحصل معاه فوليكولار بلاجنج، البي ار بي يحصل معاه اللي هي لايكن بلانوفايلارس اللي بتعمل سكريشن الالوبيشيا برضه بتعمل فوليكولار بلاجنج وانسداد للهي فوليكل باي كيراتين. هنتكلم يعني ايه ابيثيليويد جرانيلوما. ابيثيليويد جرانيلوما او بيسموها تيبركلويد جرانيلوما، دي بتبقى في التي بي وفي الساركيدوزس. التي بي والساركيدوزس بنسميها ابيثيليويد جرانيلوما. في حاجه اسمها جرينز زون. جرينز زون يعني في مسافه كده ما بين الابيديرمس والديرمس، والديرمس مليان انفلاميشن. تمام، ده بيحصل مثلا مع الليمفوسايتوما كيوتس، يحصل مثلا مع الجرانيلوما فاشيال، فتلاقي في مسافه في رصيف كده زي البلاش كده بتاع البحر فاضي خالص ما فيهوش حد، انما الديرمز مليان انفلاميشن وبعد خالص عن الايه الابيدرم. ده معناه ايه لما يبقى في جرين زون؟ معناها ان الليجن ده عمره ما هيحصل له
ulceration، لان الانفلاماتوري سيل بعيده خالص عن الايفيدنس. هنتكلم يعني ايه نيكروبايوزيس. نيكروبايوزيس يحصل مع نوع من انواع الجرانيلوما اسمها نيكروبايوتيك جرانيلوما. فمثلا الجرانيلوما انيولار، سمعت عنها حضرتك؟ ايه جرانيلوما انيولار بيبقى فيها نيكروبايوزيس في النص، فيحصل ريبليسمنت اوف كولاجين باندلز بايه؟ بميوسين. مثلا الروماتويد نودول دي نيكروبايوتيك جرانيلوم، في النص بيستبدل الكولاجين باندلز بفيبرينويد ديجنريشن. مثلا في حاله النيكروبايوزيس لبوديكا دافيتيكورا، الكولاجين اللي في النص بيستبدل بفايبروزس. فتلاقي حتى نيكروبايوزيس لبوديكا اللي بتبقى على تشين اوف ذا تيبيا في العيانين بتوع الدايابيتس دول بتبقى ايه؟ لونها اصفر وفيها تيلنجكتيزيا وسكين فوقيها اتروفيك. فالاتروفي ده هو اللي ادى الى التنجكتيزيا، والاصفرار ده بسبب الفايبروزس اللي حصل في المنطقه. تمام؟ مثلا الجاوت هي نيكروبايوتيك جرانيلوما، بس في النص تلاقيها في الهيستوسولوجي فاضيه. فاضيه ليه؟ لان الكولاجين باندل استبدل بحاجه اسمها تشوكي ماتيريال، او اللي بنسميه اليوريك اسيد. اليوريك اسيد ده بيدوب اثناء التحضير، فتلاقي الجرانيلوما بتاعت الجاوت فاضيه في النص. هنشوف الحاجات دي حالا دلوقتي. في حاجه اسمها الهورن سيست والهورن بير، ايه الفرق بينهم؟ الهورن بير دي بتشوفها في سكويمس سيل كارسينوما، انما الهورن سيست بتلاقيها في السيبوريك كيراتوزس زي ما هوريك حالا دلوقتي. يعني ايه هايبر جرانيلوزس؟ هايبر جرانيلوزس بيحصل مع حالات الهايبر كيراتوزس. هايبر كيراتوزس برضو في حاجات بيحصل معاها هايبر جرانيلوزس بس لوكالايز زي اللايكن بلانر. بيبقى شكل الهايبر جرانيلوزس بتاعته ايه؟ ويدج شيب، مثلث كده، وهو ده المسؤول عن البيكام سترايا اللي بنشوفها مع اللايكن بلانس، الويدج شيب هايبر جرانيلو. تمام. في تايبس اوف هايبر كيراتوزس وبارا كيراتوزس، ليهم انواع. تمام. وهنعرف يعني ايه البيجمنتري انكونتنس. البيجمنتري انكونتنس تحصل دايما مع الانترفيس درماتايتس، ان يبقى في انفلاماتوري انفلتريشن عند الديرم وبيدرمال جانكشن، فالانفلاماتوري سيل بالذات السي دي 8 تنخر او تعمل باكيولار ديجنريشن في البيزل سيل لاير، تقوم تفرقعها، تقوم تفضي الكونتنت بتاعتها من الميلانوزوم. لو الميلانوزوم نزل في الديرمز صعب جدا انك تعالجه، بيدي لون فايليشس كده، والبيجمنتيشن بتاعته صعب ان انت توصل لها الا بمانوفرز غاليه زي الكيو سويتش ليزر. البيجمنتري انكونتنس دي هي المسؤوله عن الفايليشس ديسكالريشن اللي بنشوفه في اللايكن بلانس، وبنشوفه في الفيكس دراج اوبشن، واللي بنشوفه كمان في ايه كمان ممكن ديسكويد لوبس اسروماتوز بيبقى فيه هايبر ريجمنتيشن الايدج بتاعها، ممكن يكون بسبب برضو الانترفيس درماتايتس. تمام. الانديان فايلينج يحصل، بيقول لك انديان فايل. يعني ايه انديان فايل؟ تلاقي السيلز مرصوصه ما بين الكولاجين باندل لاين كده، طابور زي طابور المدرسه. ده سموه انديان فايل لان الهنود الحمر زمان لما كانوا بيواجهوا اعدائهم كانوا بيواجهوهم بلاين كده من الجنود، خلاص بيبقوا واقفين ورا بعض ورا بعض كده، فسموهم الخلايا بتاعت البي سيل لمفوما سموها بتعمل انديان فايل، او الادينو كارسينوما بتاعت البريست لما تيجي تعمل ميتاستاسيس تمشي ما بين الكولاجين باندل على شكل انديان فايل. تعال نشوف الصور بتاع كل حاجه. يعني ايه اول حاجه ابيدرموليتيك هايبر كيراتوز؟ الاسم الثاني بتاع الابيدرموليتيك هايبر كيراتوز بنسميها جرانيولار ديجنريشن. يعني ايه برضو جرانيولار ديجنريشن؟ جرانيولار ديجنريشن يعني الجرانيولار سيلولار تتخن قوي وبعدين يحصل لها باكيولار ديجنريشن في النص، فبنسميها ابيدرموليتيك هايبر كيراتوزس او جرانيولار ديجنريشن. دي بتحصل في اي نوع من الاكسيوزس؟ حاجه اسمها البولس اكسيوسي فورم اريسوديرما، او بيسموها الاسم الجديد دلوقتي الابيدرموليتيك اكسيوزس. ابيدرموليتيك ايه؟ اكسيوزس. انت قريت حاجه في الجينو درماتوزس في السكن يا دكتور رائد؟ ايه يعني عارف انواع الاكسيوزس؟ ايه انواع الاكسيوزس؟ الاوتوزومال دوميننت. اوتوزومال اوتوزومال دوميننت. من ضمنها الابيدرموليتيك هايبر برافو عليك، ابيدرموليتيك والاكسيوزس فالجارس. خلاص. حتى الكتب اللي هي زي عاصم وبولونيا بيبقوا واصفين الاكسيوس فالجاريس، الاكس لينكد اكسيوزس والابيدرموتيك اكسيوزس، الثلاثه كده جنب بعض. بس مع العلم ان كل الاوتوزومال دوميننت ديزيزز كلها مايلد الا البولس اكسيوس، ده فظيع فظيع.
لانه بيبدا الاول ببولس في كل اجزاء جسم الطفل المولود، وبعد شويه كده لما بيبقى عنده سنه ولا سنتين البولس ديزيز ده يقلب بهايبر كيراتوزس وفي الروكس ليجن في الفلكشرز بالذات، وتبقى ريحته وحشه جدا، ممكن يغطي جسمه كله، يبقى باين ان هو عامل زي الايه الانفت اللي بيسموها ايه بيسموها بودي، لا اللي هي الاكسيوزس اللي بيبقى مغطي الجسم كله بيسموه ايه اكسيوزس حاجه اوف هيرث ماكلين، فاكر اكسيوزس هيرث ماكلين؟ الاكسيوزس يعني هنفتكرها دلوقتي حرف الاتش تبدا. نعم اكسيوزس اوف هيستريكس اعتقد. ايوه برافو عليك، اكسيوزس هيستريكس اللي بيبقى عامل زي الانفد، يعني الهايبر كيراتوزس والفيروكس ليجن مالي جسمه كله، فهو ده اسمه الابيدرموليتيك اكسيوزس. الابيدرموليتيك اكسيوزس ده كان بيضرب كيراتين 10 و1، لما بيبقى 1 بيبقى البالم والسول انفولفد ولا لا؟ ايه انما ال 10 هيصير فيها بات بالمو بلانك، هي بيصير بالمو فيها بالمو بلانتر. بلانك كراتو ديرمس اعتقد بالمو بلانتر مع كراتيك 10. ترما مع 10 ولا مع 1؟ لا لا 10 مع اتوقع دي بارتون مع 6 اعتقد، هو 6 لا هو مش 6 هو 1 و10، ده الاندرومتري ده الديفكت فيها 1 و10. امال الاكسس برجر كان الديفكت فين؟ البروتيز اللي هي اكتاز في الجارس ديفكت في سرين اللبن. بروتيز سرين بروتيز وايه كمان؟ والفي اللاجر سرين بروتيز والفي اللاجر، فعشان كده الاكسسبر جارس السكيلز ده بتبقى رفيعه لان ما فيهاش في اللاجري، صح؟ صح؟ تمام. فهي البولس اكسسبر اريستروديرما ده نوع من انواع الاوتوزومال دوميننت اكسيوزس، الديفكت فيه في 1 و10، بيحصل في الاول الطفل بيتولد ببولس ديزيز وبعدين بتقلب باكسيوزس ممكن توصل للاكسيوزس هيستريكس. تمام. الوصف الفعلي للدراماتيك هايبر كراتوزس ان بيقول لك ايه، ان الابيدوتيك هايبر كيراتوزيس هي سكين ديس اوردر بيبقى فيه اريثروديرما اند سيفير بليستر في الاول. تمام. في عنده ابيدرماتيك كيراتوزيس بالماريس ات بلانتاريس اللي هي في نوع 10 بيبقى فيه عنده بالمو بلانتر كيراتوديرما سولاتري اند ديسيمينيتد ابيدرماتيك اكانثوما، يعني بيحصل فيه يعني نوع من انواع البلاكس على الجلد الفيروكاس ليجن بتحصل على الجلد. زي مثلا غير الابيدرماتيك هايبركاتوز اللي بيحصل في الابيدرماتيك اكسيوزس، ممكن تحصل كمان مع السيستماتايز تايب اوف لينير ابيدرمال نيفس، بتبقى واخده شكل الابيدرموليتيك تايب اوف ايه اوف ابيدرمال نيفس. الباترن بيبقى باين عليه كلينيكالي ان عنده هايبر كيراتوزس بابلماتوز واكانتوزس، هو ده الهايبر كيراتوز اللي بيديك سكيلي ليجن، والبابلماتوزس والاكانتوزس ده اللي يديك الفيروكاس ليجن. بيحصل ماركت سيكنينج للجرانيولار سيلير، ليه؟ لان عنده هايبر كيراتوزس، فطبعا بالتالي هيبقى عنده هايبر جرانيولوزس. هل الهايبر جرانيولوزس دي هتفضل كده على حالها؟ لا، الجرانيولار سيلير بيحصل لها فاكيولار ديجنريشن، رغم انها تخينه جدا بس بيبدا يحصل لها ديجنريشن، ويبدا الكراتو هالاين جرانيول تاخد شكل الايه الريجولار شيب جوه الجرانيولار سيلير، بنسميها كلامبد كراتو هالاين جرانيول. ونفس جرانيولار سيلير بيحصل لها فاكيوليشن وسيل لايسز وبيرينيكلر كلير سبيس. تمام. حتى السيل باوندري بتاعتها ما بتبقاش واضحه، اندسنك سيل باوندريز، ودي طبعا بتأبير في الابر بارت اوف ذا ستراتم مالفيجيا. مين ستراتم مالفيجيا ده؟ مكون من انهي لاير من الابيديرمس؟ بيزل وسوبرا بيزل. برافو، لان هي دي ليفنج سيل فبيسميها ستراتم مالفيجيا. برافو عليك. يبقى في هايبر كيراتوزس وبابلوماتوزو اكانتوزس، بيبقى في ماركت سيكنس جرانولار سيل لاير، بعدين يحصل باكيولايزيشن ليها. مش الابيدرموليتيك هايبر اكسيوزس بس هو اللي فيه ابيدرموليتيك هايبر كيراتوزس، في حاجات ثانيه ابيدرموليتيك زي السيستماتايز تايب اوف لينير ابيدرمال نيفس، زي مثلا في نوع اسمه ابيدرموليتيك بالمو بلانتر كيراتوديرما. زي مين ابيدرموليتيك؟ زي الانا فاست والايه، في نوعين كده انا فاست وايه وال، لو الكتاب جنبي كنت قلت لكم، هي انا مش فاكراهم دلوقتي، بس هو في نوعين كده بيبقوا ابيدرموليتيك لما بتشوفوا تحت الميكروسكوب.
من ضمنهم واحد اسمه الاناسوس. خلاص المال ده مليدة ديت الايه اللي بيبقى ما فيهاش ترانس جريدينتس، هنشوفها لما نيجي ندرس الجين ان شاء الله. خلاص يبقى عرفتوا ابيدرماتيك اكسوس يعني ايه؟ يعني يحصل ثيكنينج لجرانيولار سيليا، ربما معاها هايبركيراتوزس واكانتوزس وبابلماتوزس، بعد كده ثيك جرانيولار سيليا دي يحصل لها فاكولار ديجنريشن وفيري نيوكلير هالو وسيل لايسز، وتبدا تبقى لها انديسنيك مارجن، ويبقى فيها الكراتوهالاين جرانيول الريجولار بتبقى كلامبد شيب كراتوهالاين جرانيول. هو ده شكلها الثيك جرانيولار سيل لاير، وتبدا يحصل لها فاكولار ديجنريشن واندسنك سيل باوندريز، وتلاقي الكراتوهالاين جرانيول تاخد شكل غريب والريجولار و يعني يجي ايه كلامبد شيب، بيبقى عنده اورثو كومباكت اورثو كيراتوزس، بيبقى عنده اكانتوزس نفس الابدونز يدخل، وبيبقى عنده بابيلوماتوزس طالع نازل طالع نازل، هو ده البابيلوماتوزس. ماشي تمام، دي اسمها الابيدرماليتيك هايبركيراتوزس، موجوده في امراض كتير. دي شكلها من ايه بالميكروسكوب، شوفي الفاكولار ديجنريشن اللي حصل في الجرانيولار سيليا في الابر بارت اوف ذا ستراتم مالبيجيال، تلاقي فيها حتى الكراتوهالاين جرانول كلامب تخينه قوي، وفيها منها صغير على حسب هي متجمعه ازاي. ده شكل الايه البولس اكسيوسيفون ريسودرم بيتولد كده عنده بولس ديزيز، وشوفوا الجرانوس اللير مفرغه ازاي، ده معناه ان هو من النوع الابيدرموليتيك وعنده اكان هايبر كراتوزس وعنده اكانثوزس الابيدرموس تخين قوي، وفي بابلوماتوز ادي بابلوماتوز اهي عامله زي تشارج سفاير ابييرنس، في بابلي اهي وادي بابلي اهي خلاص، ويبقى عنده فاكولار ديجنريشن في جرانولار سيلي. طيب يبقى بريزنت ادفيرس وجنرالايزد اريثيما وايه وفيزيكلو بولس، بعد كده يقلب ثيك بالروكا سكيلينج في الفلكسور سيرفيس، دي المفروض نزودها كده عشان تبقى واضحه ان هي الاول اريثيما فولود باي اهي، لازم ايه اعمل كده ليتر اون، اقول كده ليتر اون يعني في الايج بعد ما يكبر شويه الطفل يتقلب بايه بالروكس ليجن في الفلكسور سيرفيس، وتبقى ريحته وحشه جدا في سكندري بكتيريا انفكشن في السكند سكين، بيبقى عنده كومبليكيشن انكلودنج انفكشن وسبسز وديهايدريشن الكترولايت امبالانس بسبب الديفكت في الابيديرمال باري، لان العيب بيبقى فين لو هي نتكلم احنا دلوقتي عن الابيدرماتيك اكسيوزس، يبقى العيب في انهي كيراتين سوبرفيشال كيراتين 1 و10 سوبرفيشال كيراتين. خلاص بالمو بلانتر كيراتوديرما بتحصل 60% من العيانين موست كومنلي اسوشيتد مع كيراتين 1 ميتش، احنا غلطنا هي مع كيراتين 1، عموما هتاكدها لكم واكد لكم على المعلومه دي، مع كيراتين 1 ميتيشن هو ده اللي يحصل بالمو بلانتر كيراتوديرما 10 بيبقى فري، بيبقى ابن ناس قوي وايدينا عامه جدا يا عيني، بس جسمه كله متغطي بالاكسيوزس اللي بنسميه الاكسيوزس هيستريكس. تمام هو عفوا دكتور اعتقد نعم اعتقد الميوتيشن الميوتيشن ايوه الميوتيشن اعتقد يصير في الترانس جلوتامينيز، بس ما ادري واحد او اثنين او ثلاثه، لا 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 ترانس جلوتامينيز ده في الاوتوزومال ريسيسيف في حاجات اسمها اوتوزومال ريسيسيف اكسيوزس، والله واللي اسمها ايه يعني دي بولس تايب بيتولد عنده بولس، انما في حاجه اسمها اللي هي نان بولس اكسوسيفوسيدرما دي اللي انا معاك حق ده اللي بتاعت الترانسجلوتامينيز، والاي بي سي 81 اللي هو انت اي تي بي بايندينج كاسيت، فاكر دي النان بولس أيوة دي شنال. دي اوتوزومال ريسيسيف، انما لا النوع ده اوتوزومال دوميننت، هو ده الوحيد الاوتوزومال دوميننت اللي بياخد شكل السيفير فورم، ان احنا متفقين ان كل اوتوزومال دوميننت بيبقى
ويك والمانيفستيشن بتاعته بتبقى قليله، الا ده، الا ده اللي بيبقى فيه ابيدرموليتيك هايبر كيراتوزيس بيبقى فظيع جدا، بيبقى فيه ميوتيشن في واحد و10 اوتوزومال دوميننت، وبيبقى عنده بالمو بلانتر كراتوديرما لما بيبقى فيه الميوتيشن في كيراتين 1، انما في كيراتين 10 بيبقى فري بالمو بلانتر اريا، ما بيبقاش فيها بالمو بلانتر هايبر كيراتوزيس. تمام يا دكاتره؟ سامعني؟ تمام. ايه ايوه ايوه صوتك. تمام. فهي دي اسمها جرانيولار ديجنريشن، بتحصل في الاوتوزومال دوميننت اكسيوزيس النوع الاخير اللي هو اسمه ابيدرموليتيك اكسيوزيس، بيتولد عنده بولس ديزيز وينتهي بايه؟ بالروكس ديزيز. زي ما احنا انت خدت معايا كورس البورد العربي دكتور حيدر، راجع كده الجزء بتاع الاكسيوزيس فالجاريس، انا اديته لكم وقلت لكم انه بيحصل بيبدا في الاول بولس وينتهي في الاخر بالروكس وهايبر كراتوزيس ليجا. الاوتوزومال ريسيسيف هو اللي بيبدأ اللي هو فيه اكسيوزيس فالجاريس، ده يبقى وشه بس مجرد ايه؟ احمر بس. هو واللاميلر اكسيوزيس تولدوا ككولويدون بيبي، يعني تولدوا بكيس، واهله بقى يفضلوا يدعوا يا رب يطلع اكسيوزيس فالجاريس ما يطلعش لاميلر اكسيوزيس. ده لو خلص الكولويدون ستيج يبدا يظهر عليه بس اريثيما كده وشه وسكيلينج وخلاص، ما يبقاش عنده المنظر اللي انت شايفه ده على الطفل. تمام. وده بيبقى بسبب زي ما قلت لي ترانسجلوتامينيز كام؟ واحد. ومين تاني؟ ثلاثة. لا ثلاثة ده بتاع الدرماتيتس الفيتي فور، فاكر ثلاثة واثنين، انما ده ترانسجلوتامينيز 1 ومعاه ايه الاي تي بي بايندينج كاسيت، يبقى اي بي سي 12. هو ده الاثنين بيحصل لهم ميوتيشن في معظم الاوتوزومال ريسس الا الهارلكين بيبي. الهارلكين بيبي ده ما فيهوش ترانسبوتامينس خالص، في اي بي سي بايندينج كاسيت وخلاص. ماشي. تمام. الترم الثالث اللي هو البرفرينجنس، يعني ايه برفرينجنس؟ تلاقي الحاجات كده بتلمع تحت الميكروسكوب، فاشهر حاجه بتلمع هي الجوتي تو 5، بتبان ان هي بتلمع تحت الميكروسكوب. برضو لما يبقى عندك فورم بودي جرانيلوما تلاقي السيليكا اللي هي الرمل لما يدخل جوه، يعني مثلا واحد عمل حادثه وتخربش في ايده وقع من على الموتوسيكل والرمل دخل في ايه؟ في جلده، ومكان الرمل اللي دخل ده ما عرفوش ينضفوه كويس، عمل جرانيلوما حواليه. الجرانيلوما دي لما تيجي تاخد عينه منها تلاقيها بتلمع تحت الميكروسكوب، فالسيليكا بتلمع، برضو اليوريك اسيد بيلمع تحت الميكروسكوب، اسمها ايه؟ بيرفرينجن. تمام. في حاجه كمان بتلمع فاكرينها اللي هي ال الكونجو ريد داي بتاعت الاميلودوزس، ايه لما كانت بتدي جرين بيرفرينجن مع البولاريزد لايت، فبتبقى عامله الازاز الاخضر المتكسر في الاميلودوز. خلينا في المثال السهل دلوقتي، لما تدخل في السكند هتشوف الصور بقى بتاع الاميلودوز لما بتصبغ كونجوريت داي، لما تشوفها بالميكروسكوب عادي بتشوفها لونها اورنج، لما تشوفها بولارايزد تلاقيها جرين بيرفرينجن. بيرفرينجن يعني لمعان. البروبرتي دي بتبقى سام ماتيريال ويتش انيبل ذم تو بي فيجوالايزد باي ميكروسكوبيك اكزامينشن باستخدام البولارايزد لايت. البيرفرينجن ماتيريال دي بتبقى دبلي ريفراكتايل، يعني بتلمع كده من ناحيتين، او شفتي عامله هنا ادي واحد اثنين، عامله زي حته الايه كريستال او حته الالماز من ناحيتين، دبل ريفراكتايل، ابير وايت اجينست دارك باك جراوند اهي. تمام. ذيس بروبرتي از شون سام ماتيريال، اهمها الايه اليوريك اسيد كريستال، وفي ساعات يعني الكولاجين والكيراتين والبون يعني ما بنشوفهاش قوي، اللي بنشوفها قوي فعلا اميلودوز بس مع الكونجوريت داي في البولارايز لايت، بدل ما تبان اللي هو اورنج اللون الاصلي بتاع الكونجوريت داي تبان لها جرين بيرفرينجن. لو انت فاكر وقريت الميتابوليك، حد قرا الميتابوليك؟ الداي بتاعت الاميلودوزس كونجوريت داي السايوفلافين كريستال فايت. الكونجوريت داي لما تحط عليها بولارايز لايت تبان ان فيها بيرفرينجن كده، بتلمع زي الازاز المتكسر بالظبط. تمام. الايدز، الايدز بتاعت الايه؟ سكوينس ايدز. سكوينس ايدز دي تشوفها فين؟
ما تشوفهاش في ككيراتين بيرل كده زي سكوما سيل كارسينوما كبيره ومليانه كيراتين، لا حاجات صغننه كده ومش وايه يعني المفروض الكيراتين بيرل دي بتبقى يعني سنجل لاير كده بره ومليانه كيراتين في النص، لا دي كلها خلايا ايزينوفيليك وفي النص برضو كيراتين كتير، هي دي بتتشاف في الاريتيتد سيباريك كيراتوزيس، يعني واحد عنده سيباريك كيراتوزيس في الاجزاء اللي عنده وكل شويه بيحك فيها بدراعه فيحصل لها اريتيشن تحمر، فيجي يقول لك ايه طب خد لي عينه، اقول تقول له مثلا هي ما هي اول ما طلعت انا خدت عينه وطلعت عادي طلعت سيبوريك كيراتوزيس، معلش شوف لي خد لي عينه انا حاسس انها اتغيرت شكلها اتغير بقت لونها حمراء، فتاخد عينه تلاقيها فعلا اتغيرت بس ايه بقى عندها سكويماس ايدز بسبب الاريتيشن اللي حصل، او لو عنده وورت ومن كتر الخربشه عليها او الاحتكاك عليها بتبقى اريتيتد برضو يبقى عندها سكويماس ايدز، يبقى ده دي ار ووردز of squamous cells or concentric layer of keratinocyte surrounded and surrounding an area of keratinosis تبقى صغيره قوي في الحجم وكثيره في العدد، عكس الكيراتين بير بتاع سكوماس سيل كارسينوما تبقى كبيره في الحجم وقليله في العدد، دي صغيره في الحجم بس كثيره في العدد، it seems to be formed around the intraepidermal eccrine duct sweat gland خلاص بسبب الاريتيشن اللي حصل للسيبوريك كيراتوزيس او للوورت ماشي، ادي ده ركز كده شويه هتلاقي في سكومس ايدي زي صوره، انا اوريك صوره تانية واضحه دي سكومس ايدي اهي دي سكومس ايدي المدورين دول شوف صغيرين ازاي وكبيرين في الحجم، السكومس ايدي ار سمولر ونيومرس عددهم اكتر عاملين زي الاونيون شيبد ابيرنس، بص كده ايدي يعني سيركولر بص كده لا دي مش هنا بس باينه هنا صح، ادي اسمها سكومس ايدي صغيره كده عامله زي البصله داير ما يدور في ابيثيليال سيلز وفيها نيكلياي، لو تركز شويه هتلاقي فيها نيكلياي داير ما يدور في النص فيه كيراتين عاده بتبقى حوالين الاكراين سويت داكت، تبقى في انهي امراض الاريتيتد سيبر كيراتوزيس والاريتيتد ووردز، تمام دي هي السكراتوري داكت بتاع الاكراين جلاند بتطلع هي دي الاكراين جلاند بتطلع فريلي ان ذا ابيدرمال سيرفيس مالهاش دعوه بالهير فوليكل، هي دي الايه الاكسكراتوري داكت بتاع لما تيجي تقطع كروس سكشن بالعرض انما دي شكلها الطولي، فبقول لك سكراتوري تيبيروسود جلاند ار كويلد ات ذا بوردر بتوين ذا ديرمو ابيدرمال جانكشن سوري بتوين ذا ديرمز اند هايبوديرمز تو تايبس اوف سيلز هم اللي بيعملوها اللي هو لا كيوبويدال انر سيلز وفي ماي ابيثيليال سيلز بتبقى طويله شويه يعني سبندل شيب اكسكراتوري داكت بيبقى فيها دي السكراتوري تبيول بتاعتها يعني فيها كيوبويدال وفيها ماي ابيثيليال سيل عشان تضغط عليها تطلع السكريشن، الاكسكراتوري داكت ده نفسها بتبقى دبل كيوبويدال لاير بتبقى اسمها ستراتيفايد كيوبويدال ابيثيليوم يعني تو لاير من الكيوبويدال ابيثيليوم اوبن دايركتلي انتو ذا سكين سيرفيس، دي اللي اهي هي دي سكوماس ايدز بتتكون حوالين الاكراين داكت شوف عامله ازاي صغيره وبتتكون حوالين الداكت بتاع الاكراين جلاند، فدي اسمها الارتي اللي هي ايه سكوماس ايدز سكوماس ايدز وورد لايك باتن اوف سكومايد سيلز داير ما يدور في النص فيه كيراتين صغير كده فعددها كبير وحجمها صغير عكس السكويماس بيرل او السيل نست بتاعت السكويماس سيل كارسينوم تبقى حجمها كبير قوي بس اثنين ثلاثه في السكشن. سكويماس ايدز عباره عن اونيون سكين لايك فوساي براتلي ايزينوفيليك كيراتينوسايت they are atypical feature of irritated severe keratosis اللي هي البناين بيزل سيل تيوم. تمام دي السيبر كيراتوزيس المفروض يبقى شكلها بيزالويد سيل تيومر هي كلها ازرق في النص فيها الهورن سيست والسودو هورن سيست اللي بيبقى فاتح على بره اللي بيبقى فاتح على بره اسمها سودو هورن سيست انها بتبقى مقفوله على نفسها كده بنسميها هورن سيست هي دي السيبوريك كيراتوزيس تلاقيها بتطلع في وش الناس الايه الكبار في السن او تطلع في الاجزله في بعض الناس خلاص تبقى عامله زي سكين تاجز كده بس لونها ايه غامق ممكن تطلع في الوش كده بالمنظر ده فهي بس دي الصوره دي مش لا دي سيبيشس هابر بليزي انا هشيلها الصوره دي معلش بعد اذنكم علشان هتلخبطكم
خليها بعيد كده، دي الشكل الهيستولوجي، انما دي شكل فعلا السيبوريك كيراتوز، انما الثانيه كانت سبيشال سيرفر بليزر انها امبريكيتد من النص، عشان بس ايه ما... دي اسمها ايه؟ حد يوصف لي بقى الشكل ده بتاع السيبوريك كيراتوز. ده مكتوب قدام بيبقى فيها ايه؟ اكانثوزس، لدرجه ان إيه؟ ان الريت ريجز لزقت في بعض وحبست في وسطها حته ديرمز كده اهو، ده ديرمز محبوس في النص ما بين اثنين ريت ريجز لزقوا في بعض. وادي الهورن سيست، اهي هورن سيست اهي، وادي اجزاء من الديرمز اتحبست ما بين الريت ريجز اللي لزقت في بعض. تمام؟ لو هي مفتوحه لبره المفروض بسميها هورن سودوسيست، هو مش عارفه ليه مسميها هنا في السلايد دي هورن سيست، المفروض لما تفتح لبره اسمها هورن سودوسيست، انما لو تبقى مقفوله على نفسها المفروض تبقى اسمها هورن سيست. تمام. الالاستوزو شفت المكرونه الاسباجيتي؟ بالظبط عامله زي الاندومي صح؟ بيسموها سباكيتي شيب باترن بتاع الالاستين فايبر، لما بيتعرض للشمس فترات طويله بيتكسر ويختفي الكولاجين من جنبه، فدي اسمها سولار الاستوز. دي بنلاقيها فين؟ مش في السيبوريك كيراتوز بقى، في الاكتينيك كيراتوز. مين فيهم بري مالجنانت، اكتينيك ولا سيبوريك كيراتوز؟ اكتينيك. برافو عليك، هي بري مالجنانت ممكن تتحول الى ايه؟ باون ديزيز في الاول وبعدين تقلب لسكوماس سيل. سكوماس سيل. فدي ارماتد اجريجيت اوف ثيكند الاستيك فايبر ذات ستين، لونه بقى بلوش بقى المره دي مش زينوفيلك زي الطبيعي. ابيرز باكيتي لايك كونكتيف تيشو بروبابلي ريزلت فروم ابنورمال الاستيك سنسز باي سان دامج تو فايبروبلاست. فتبان كده عامله زي الاندومي معرجه كده وقصيره. ده الايه؟ بص كده، ده الكولاجين باندل الطبيعيه اللي بتبقى في الريتيكولار ديرم. هنا شو الريتيكولار ديرم وذ الاستيك فايبر سبيشال ستند دارك، الدارك ده هو الايه؟ الالاستيك فايبر، انما الاحمر ده هو الكولاجين. خلاص المفروض بيبان بقى ازرق اكتر لو حصل الاستوزيس، ما يبانش اللون الايه؟ البينك ده يبان ان لونه ازرق. فهو بس هو اغمق من الايه؟ من الالاستيك، من الكولاجين باندل. دي ار دنس الريجولار كولاجين باندل، هي دي الدنس، انما دي الالاستين فايبر. خلصنا السولار الاستوزس، ندخل على حاجه ثانيه اسمها الابيديرموتروبيزم. معناها الابيديرموتروبيزم قلت لك معناه ان بيحصل انفيجن او انفلتريشن اوف ذا ابيديرمز باي مالجنان سيل، او يعني باي انفلاماتوري سيل وذاوت سبونجوب. تيجي تبص على الانفلاماتوري سيل تلاقيها فيها ابليزيا، يعني ديسبليزيا، وفيها اتيبيا. دي لما تتجمع جامد تعمل لك بتريير مايكرو ابسس. بتريير مايكرو ابسس هو الابيدرموتروبيز ما يتشافش الا في نهايه الباتش ستيج، وكمان في كل along the block stage بتاعت الايه؟ الام اف. يعني ايه ام اف؟ يعني بروتينيوس تي سيل لينفوم. فبريزنس اوف مونو نيوكليار سيل انفلتريشن بالذات لينفوسايت جوه الابيديرمز ما بيبقاش معاه سبونجوزز بنسميه ابيديرموتروبيز. عاده بياخد اللور ثيرد بتاع او هاف بتاع الابيديرمز. دي بتحصل في ايرلي ستيج اوف مايكوزيس فانجويد، لما يوصل للتيومر ستيج خلاص بيختفي الابيديرموتروبيز. هل البي سيل لينفوم عندها ابيديرموتروبيز؟ لا، ما بتحبش الابيديرموتروبيز اصلا. ايوه هي ما بتحبش الابيديرموتروبيز، بيبقى عندها هيفي بوتوم. دي البي سيل لينفوم. وعندها حاجه اسمها انديان فايلز، يعني الخلايا بتاعتها بتترص كلاين كده كطابور. عارفين الطابور؟ طابور المدرسه. اللاين بتاع المدرسه. او انتوا بتسموه في السعوديه الطابور، انا كنت عايشه في السعوديه بس ناسي كانوا بيقولوا عليه ايه في المدرسه. طابور برضه والله طابور. هو برضه السيل البي سيل بتترص ما بين الكولاجين باندل كطابور كده، فدي بيسموها الانديان فايل، بالاضافه الى انها بتحب اللور بارت اوف ذا ديرم فبنسميها هيفي بوت. انما التي سيل لينفوما تحب قوي انها تو انفيد في الايرلي ستيج، تو انفيد الابيديرمز
ومعاها وما فيهاش منجود. فدي occur either singly or surrounded by clear halo or aggregate in the form of rare microabscess. ده في المايكوزس فانجويدز. وفي حالات الـ early stage of mycosis fungoides بنسميها باراسورايس. دي نوع من الـ early stage of mycosis fungoides، يعني خلاص ده درجة العرف دلوقتي اللي بيعترفوا بالباراسورايس، دي early stage of mycosis fungoides في الـ large block والـ small block parasitosis. دي على حسب بقى الـ large type طبعا هي اللي هتتحول الـ MF بدري بدري يعني. فهي simulating psoriasis clinically بس progress to MF بعد كده في 10% من الحالات، بس دلوقتي زادت النسبة دلوقتي. في بعض دراج ارابشن ممكن تعمل ابيدرموتروبيزم بس مش مشهورة قوي. اللي مشهور فعلا هي المايكوزس فانجويد، ولما يتجمعوا قوي يعملوا بتريير مايكروابس. دي شكل الايه بداية الابيدرموتروبيزم، ترصوا على البيزل سيلير يبقى دي اسمها الباتش ستيج. انما لما يوصلوا كتير كده ويعملوا بتريير مايكروابس يبقى دي البلاك ستيج اوف مايكوزس فانجويد. لما توصل للتيومر ستيج لا خلاص سلام عليكم انا سايبك وهنزل لتحت، فينزل للريتيكولار دامز زيه زي البيس الليمفوما. اول ما يوصل للتيومر ستيج يبقى بالجنج كده، يبقى هيعمل نزول. ده شكله في الباتش ستيج اوف ام اف، ما فيهوش بتريير مايكروابسس بس مرصوص الاتيبيكال تي ليمفوسايت محطوطه ومرصوصه عند البيزل سيل لاير. تمام، يبقى ده معناه ايه؟ ان ما فيش سبونجوزس وفي انفلتريشن باي الليمفوسايت، ودي بيبقى معاها في البلاك ستيج تتكون البتريير مايكروابسس وعنده بيري نيوكلير هالو او سوري بيري سيلولار هالو. يعني ادي ده، شوف البيري سيلولار هالو بتريير مايكروابسس، ادي شكلها لما وصلت للبلاك ستيج ام اف، تلاقي في بتريير مايكروابسس كتير عامله انفلتريشن للابيدرم. دي اهي بتريير مايكروابس، افتكرها بتريير مايكروابس. امال المونرو مايكروابس بسميه ايه؟ ده بتريير مايكروابس، مفيش اسبونجوز خالص. انت شايف في اي اسبونجوز مصمت. انما ودي بتريير مايكروابس، دي بتريير مايكروابس، ده معناه انها وصلت للبلوك ستيج بتاعت البي سيلم التي سيلم فوق. انما المونرو مايكروابس ده نوع من انواع الاكزوسيتوزس، ده بيبقى فيه انفلتريشن باي انفلاماتوري سيل مع وجود الاكزو الايه الاسبونجوز، تلاقي الخلايا متفرقه عن بعض بشويه ميه كده. الميه دي اللي مفرقاهم عن بعض هي دي الاسبونجوز، والسيلز اللي بتتجمع دي بسميها اكزوسايتوزس. لما بتتجمع عند الاستراتم كورنيوم نيوتروفيل بسميها المونرو مايكرو ابس. دي في السورايس، دي موجوده في السورايس. ادي هنا ايزينوفيليك اكزوسايتوزس ان كيس اوف ايرلي بولس بنفوجايد، برضه بولس بنفوجايد يعمل انفلاماتوري انفلتريت في الابيدرم بسميه ايزينوفيليك مايكروابس. بس البابيلاري مايكروابس تروح متجمع لك في البابيلاري درم هنا، دي بقى في الويل فورمد بولس بنفوجايد. لما تقرب شويه وتلاقي ميكي ماوس، دي لما تقرب هتلاقي ثلاثه لوب دونيكلياي، دي اسمها الايه ودي هنا دي برضو بس هي دي الحمراء دي بصراحه دي زينوفيل، لما تبقى حمراء كده زينوفيل، انما لما تبقى ميكي ماوس بتبقى نيتروفيل. دي بنشوفها في حالات اللي هي الدرماتايتس سيرفيتيفور، هوريك صور احسن من كده شويه. الاكزوسايتوز يتمثل في ايه؟ في المونرو مايكرو ابس لما يبقى بتجمع بس عند ستراتم كورنيوم، انما سبونج فون باستيريو كوجوش لما بتجمع في الستراتم سباينوزا، ده الاثنين بيحصلوا فين؟ في السورايس. ايرلي سورايسز ايرلي ساين سورايسز هو المونرو مايكروبس، بعد كده لما يبقى ويل فورم سورايسز وممكن يبقى باستر سورايسز كمان تلاقي فيه سبونج فورم اوف ايه باستيول اوف كوجوش، ودي مليانه نيتروفيل، بتبقى مليانه نيتروفيل. يبقى الاكزوسايتوزس في السورايسز نيتروفيل، انما البتريير مايكروابسس في الام اف بتبقى اتيبيكال ليمفوسايت. شوف الاسبونجوزس، درب عينك على شكل الاسبونجوزس، الخلايا في خطوط بيضاء ما بينهم، دي معناه ان في ميه ما بين الخلايا. لو لقيت نيتروفيل يبقى ممكن تشخصها ان دي سورايس، لو لقيت الزينوفيل ممكن تشخصها كبولس بنفيجار. دي شكل الايه سبونج فورم باستول فوجوج
خلايا لو قربت منها تلاقي شكل ميكي ماوس كده، بس عايزه نكبر شويه عشان نشوف الخلايا اللي ليها تراي لوب نيكلياي عامله زي ميكي ماوس بالظبط. الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. ده مين ده؟ فيها نيتروفيل على فكره وفي الستراتم كورني، يبقى ده بسميه ايه؟ هيقطع علينا، ردوا عليا. مونرو مايكرو اسيس ده السورايسيس، يبقى عنده سبونجوز زي ما انت شايف كده، الخلايا متفرقه من بعضها بميه، وبالاضافه الى تجمع للنيتروفيل في الستراتم كورنيا بسميه مونرو مايكرو اسيس. ده المونرو مايكرو اسيس اهو نيتروفيل، وده ايرلي ساين فور سورايسيس قبل ما يحصل الاكانسوزس والسورايسيس والاكانسوزس والسوبرا بابيلاري سيننج والبارا كراتوز والكلام ده كله، يحصل مونرو مايكرو اسيس. عشان كده بقول لك كده ان السورايسيس از فاسكولار ديزيز فروم ذا ستار. بص المنظر ده، الازرق ده هو من رو مايكرو اسيس صغيرين دول، انما الاخضر ده دايلاتيشن الايه للبلاد فيزلز. ده شوف الدايليتد بلاد فيزل باينه ازاي، هنا باينه هنا احسن، هو مشاور على حاجه صعبه قوي يعني. ده اتنين ريتريجس ولزقوا في بعض وحبسوا ما بينهم ديرم مليان في بلاد فيزل دايليتد، ده برضو ديرم اتحبس ما بين اتنين ريتريجس لزقوا في بعض، وادي الكونكشن ما بينهم، وادي الديرمز اتحبس في النص. امال ده مين؟ اللي هيعرفها يعني مش عارفه اكافئه ازاي بصراحه. مين ده؟ سبونجي فورم باستيول اوف جوجوش، هو ده اللي بيبقى تجمع نيتروفيل جوه السباينال سيل لاير، انما لما يتجمع في الستراتم كورنيوم بسميه مونرو مايكرو اسيس، لما يتجمع في السباينال سيل لاير بسميه ايه؟ حد يرد عليا؟ سبونجي فورم اوف جوجوش. سبونجي فورم باستيول اوف جوجوش، سبونجي فورم باستيول اوف جوجوش، ده عباره عن نيتروفيل واتجمعت في السباينال سيل لاير. ده سبونجوتيك دراج رياكشن، ده بيبقى فيه اكزوسايتوزس وفي الانفلاماتوري سيل عاده بتبقى ايزينوفيل، وعنده هنا بس ايه السبونجوتيك دراج رياكشن ما بيبقاش معاه مايكرو ابسس، بيبقى معاه اكزوسايتوزس بس. يعني لما قال لك هنا دراج ايربشن، كل دراج ايربشن سام دراج رياكشن يعني يبقى فيه يبقى فيه ايزينوفيل وبيبقى فيه اكزوسايتوز مش ابيدرموتروبيز. هي عامله علامه استفهام دي، كانت ورقه من بتاعت الدكتوره كريمه كانت مديها لنا، كنا بنصور وراها المحاضرات، فكانت بتقول ان في سمر يعني عاده دراج رياكشن بيحصل فيه نوع من الايه الايديما في السكن في الابيدرمس، بيحصل مع سبونجوزس، فعاده الانفلتريشن باي انفلاماتوري سيل بيبقى ايزينوفيل ومعاها سبونجوزس، وهي دي الموست كومن اللي بيبقى معاها دراج رياكشن، بيبقى فيه المنظر ده، دي اسمها سبونجوتيك دراج رياكشن، بيبقى فيه سبونجوزس ومعاه انفلاماتوري سيل اللي هي عامله زي سماعه التليفون المفروض، بس هي مش باينه قوي، بتبقى ايزينوفيل عاده. لا اله الا الله. يبقى اذا احنا عرفنا انواع المايكرو ابسس ممكن تكون ايه لو هي ما فيهاش سبونجوزس، وممكن تكون ايه لو معاها سبونجوز. حد يرد عليا؟ هي تكون مع سبونجيوسس تكون مونرو. برافو عليك، تبقى مليانه ايه المونرو ده؟ مليان نيتروفيل وتكون برافو في الابيديرمس. اما تمام. اما ده كان نيتروفيل مع انهي مرض؟ سورايسيس. طب لو المونرو دي او النيتروفيل دي كانت في السباينال سيلير ومش مايكرو ابسس ولا حاجه، ده ماكرو ابسس حاجه كبيره جدا، بنسميها ايه بقى؟ نصيح لها سبونجيوس فورم اوف كوغوش. سبونجي فورم سبونجيوس فورم. تمام. طيب يا دكتور رائد، لما بيبقى في مايكرو ابسس ما معهوش سبونجيوس بسميه ايه؟ بترير مايكرو ابسس. دي كانت بدايته ايه؟ كانت بدايته كده بروسس كده مختلفه، انفلاماتوري سيل ومعاه سبونجيوس، يبقى اسمه ايه التعريف ده؟ ابيدرموتروبيزم. ابيدرموتروبيزم ده بيحصل مع انهي مرض؟ الام اف مايكوز. برافو عليك برافو عليك. تمام. انت من فين يا